وهذا من الالتفات. لما جاء في الأولى في عيب السفينة تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، وإلا فكل شيء يحدث في هذا الكون بأمر الله سبحانه وتعالى، قال فأردت أن أعيبها. والثاني وكما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، طيب إذا أمرضني فهو يشفين صح. لكن تأدبا مع الله سبحانه وتعالى نسب الإطعام له يطعمني يسقين، لكن نعم لما لكن جاء إلى المرض قال إذا مرضت. نعم هنا فأردت. في الثانية قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يريقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن 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 يبدلهما ربهما، لأنها يعني قتل وفيه نوع مشاركة منه، فأنا أردت القتل والله سبحانه وتعالى أراد لهم الخير في فيما يعلمه. في الأخيرة لما كانت محض إرادة من الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، هو ما يستطيع أن يعمل شيئا في أن يبلغ أشدهما، ما الذي سيفعله؟ في قتل الغلام شارك، في عيب السفينة جعلها لنفسه، لكن في بلوغهما الأشد ما كان يملك شيئا. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.